السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على البيم ستاندرد أو المعايير اللي بنشتغل بيها في العمل الموديل. البيم في أكتر من طرف شغال في المشروع. لو واحد لوحده ممكن يسمي أي تسمية ويبقى حافظ الأسمية، تمام، والأفضل إن هو يشتغل بالستاندرد. حتى لو هو شخص لوحده الأفضل إن هو يشتغل بالستاندرد، بحيث إن هو لو رجع بعد فترة ما يبقاش تايه. يعني تخيلوا مثلا أبسط حاجة إن أنت شغال في ملف وبعد كده مثلا عملت ابديت، فتسمي ايه، نيو فايل، نيو فايل 1، نيو فايل 2، فاينل، فاينل اكس، فاينل اكس 1، ايه، فاينل اكس 2، وبعد كده تسمي فاينل وتحط ايه مرتين. فلما تيجي تبص كده اخر ملف انا شغال عليه ما تعرفش، تمام، وتعمل مثلا ايه، عايز تعمل مشروع فتعمل كليك نيو فولدر وتروح حاطط الحاجات في النيو فولدر من غير ما تسميه. فموضوع التسميات وموضوع ضبط الشغل دوت مهم من الشغل نفسه. ان انت تشتغل بالستاندرد ده مهم جدا حتى لو انت شغال لوحدك، فما بالك بقى لما تكون شغال في تيم وكل واحد بيدخل فايلات تاني مسمي اسم مش فاهم. يعني ده مسمي مثلا ايه اكس 1 2 3، فالملف ده ايه اللي جواه، او انت مسمي الملف مثلا اسم مشروع شرطة وبعد كده رقم مش بيدل على اي دور. المفروض انا ابص على الملف من بره من غير ما افتحه اعرف ان الملف دوت بتاع المشروع الفلاني، بتاع المنطقة الفلانية، ميكانيكا ولا كهرباء ولا معماري. بعد كده اعرف اني دور، مش لازم افتح عشان اعرف. يعني ما يبقاش الجراوند اسمه 01، لا، يبقى جي ار مثلا، او يبقى فيه تسمية. فموضوع الاسنر ده مهم جدا جدا جدا. لو انت شغال عليه مظبوط بيوفر لك وقت كتير جدا. يعني ممكن يوفر لك مثلا 41% من الوقت اللي بيضيع لان انت مش عارف مين رايح فين، تمام. ففي اكواد كتير جدا على مستوى العالم في موضوع البيم، ما يقارب ال70 كود. طبعا من اوائل الدول اللي اصدرت الاكواد فنلندا، من اقوى الاكواد الكود البريطاني والكود السنغافوري. خلينا نبص كده بصه على الاكواد، وبعد كده في المحاضرات اللي جايه نمسك بعض الاكواد كده نقرا فيهم قرايه كويسه ان شاء الله. ده ما يعتبرش كود، ده اوبن بيم، ده حاجات ستاندرد بين الشركات كلها. يعني كل شركه ليها امتداد معين، فلقوا الموضوع بدا يبقى صعب جدا في الشغل، فراح قال لك لا، احنا هنعمل حاجه مشتركه بيننا بحيث ان احنا نقدر نتبادل البرامج بين الشركات ديت وبين السوفت وير ديت، والمعايير تبقى مفتوحه الناس كلها عارفاها والناس كلها تعرف تشتغل عليها. الشركات عملت حاجه اسمها بيلدينج سمارت، والشركات كلها تعاونت في انها بيلدينج سمارت دي تبدا تعمل اكواد مشتركه، تعمل ملفات زي ملفات الاي اف سي، تعمل ملفات زي جي بي اكس ام ال، زي لغه محادثه بين اللغات. يعني كل برنامج بيتكلم لغه معينه، فعشان اقدر اتكلم برنامج اي مع البرنامج بي لازم تبقى في حاجه مشتركه. يعني مثلا في تكلا وفي مثلا الريفت، فعشان يتبادل بينهم كل واحد ليه مختلف بيصدر الاي اف سي فالتاني يقرا، تمام. وفي شويه معايير في قلب الموضوع ده زي الاف سي، ام في دي، اي دي ام، بي اس دي دي، ملفات الكوبي اللي خاصه بالاوبريشن، بي سي اف دي خاصه بالملحوظات، الاو جي سي، جي بي اكس ام ال بتتبادل البرامج بين الحاجات، بيم اكس ام ال، وبعد كده العاديه اللي هي بي دي اف ودي دبليو اف، تمام. ندخل بقى في الاكواد. من اهم الاكواد اللي هي الاكواد البريطانيه اللي هي البي اس اي، ده اللي هو الكود بي اس 1192. في منه الظهر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، بيوضح لك ازاي نبدا نتعاون مع بعض، ازاي يبقى في بيئه مشتركه للتعامل، ازاي احافظ على السيفتي بتاع المعلومات. وفي كودين منفصلين، في كود للريفت وفي كود للبنتلي، بحيث يقول لك ازاي تطبق الكلام دوت على الازرار ديت، تمام. الكتب دي من الكتب الممتازه جدا وصغيره، يعني حد 60 صفحه تقدر تقراهم بسهوله جدا. في الكود السنغافوري ده ميزته ان هو بيقسم لك بقى، يقول لك ايه، ده للمعماري، ده للانشائي، ده للكهروميكانيكال، ده يبدا بكذا، ده يبدا بكذا، ده ينتهي بكذا. فمن افضل الاكواد الكود السنغافوري في قصه ازاي تنظم شغل بتاعك وازاي تطور خطه العمل بتاعتك. هتلاقي حاجه بس خاصه بالمقاول، حاجه خاصه بالاستشاري، فما شاء الله يعني من الاكواد الجميله جدا السهله جدا في قرايتها. الاي اي اي برضو عامل كود خاص بالبيم بس مطور شويه. جي اس اي، جنرال سيرفيس ادمنستريشن،
عامل برضو بعض الاكواد، ممكن هو مركز على ال 3D وال 4D اكتر. ال AGC the contractors guide to BIM برضو من الاكواد كويسة. ال NIBS National Institute of Building Science برضو الكود بتاعه ممتاز بس طويل شوية، وفي أجزاء خاصة بالبيم اكسكشن بلان، في أجزاء خاصة بالكوبي. في الكود بتاع هونج كونج برضو من الدول اللي عاملة أكواد كويسة وبتتطور باستمرار. جامعة بنسلفانيا عاملة بيم اكسكشن بلان من الحاجات الكويسة اللي الواحد يقدر يشتغل عليها ويعتمد عليها. الهند برضو عاملة كود ممتاز. ناشونال جايد فور ديجيتال موديلينج برضو من الأكواد الخاصة باستراليا واللي فيها معلومات كويسة كويسة. استراليا برضو ونيوزيلاند عاملة ريفيت ستاندرد، تقدر تشوف ازاي تظبط الاعداد بتاعتك زي اعداد الطباعة اعداد التصدير، ازاي تستفاد اكبر استفادة من الموديل بتاعتك. دي بعض الاكواد اللي هي كويسة جدا، واحنا في بيئة عربية بنحاول نعمل كود مستقل، وفي كود احنا عملناه للريفيت لو حد عايز يطلع عليه هتلاقي الرابط بتاعه في الموقع بتاعنا ان شاء الله في بيئة عربية.